الله عم تجعني كتير. آسف آسف يا قلبي، والله ما كان بقصدي. شلون ما كان بقصدك يعني؟ هاي عدة هاي، والله حسيتها طلعت من مخي. خلاص قلت لك حقك علي، بس كمان أنت يعني رفستيني وانطحتيني، شبيك؟ بدنا نتحمل، بدنا نتحمل. كل واحد عنده قصة ولازم يدبر حاله. شو جاي تشحد مني أنت؟ خلصنا بقى. ولك يقطع عمرك ويقرفعون، لك مو الحق عليك، لك الحق على اللي عم يغازلي. قلتوا لي دهنة، ها؟ شوف الدهنة شو عملت فينا. لك ولي طير بشرقرق، لما قلت لك هدنة مو دهنة. يعني والله كنا مرتاحين وعم نظبط المزرعة وعين الله حولنا، يعني شو بيستفيدوا؟ مو إذا كنا إيد واحدة أريح لهم وأحسن لهم؟ لا مو أحسن لهم حبيبي، كيف بدهم يناقروا بعض ويكسروا رؤوس بعض يعني؟ كيف بدهم يزلوا بعض؟ كيف بدهم يخربوا المزرعة على بعض؟ بإنهم يضلوا يخلونا عم نتخانق. ولي إجوا. شايفة؟ شوفي وبشوني البنات، ليكي مع أحلاهم. لك يخرب بيتهم مثل القرود. انت ويا ويا تحركوا يا سوق، تحركوا الحاوي لبرا. كل يوقف على حيله. يلا اسمعوني منيح، بعد خيبة الأمل يلي صابتني منكم بعد ما مسكتكم مع الشباب. لا بعد ما مسكتين عم ننظف مع الشباب، هيك أزبط، لأنه بكرة حبيبتي بقصوها على اليوتيوب بيكتبوا لك شاهد كيف مسكوا البنات باللهم. أيوة خصوصي أنا. المهم هلأ أنا ما عاد أمنت أترككم مع بعض أبدا. أنا بعرف إنه قلبكم طيب كتير وبينضحك عليكم بسرعة، مشان هيك عم نبهكم حتى البنات ما يخورفوكم. شو يعني يخرفوكم؟ لك اي يعني الصبايا ياخذوا مصرياتنا؟ اه الله يذكرك بالخير يا امي، قديش مخرفتيني بالعيديات اللي اجتني. خلاص ولا كلمه، ما بدي اسمع صوتك. شو درس عسكريه؟ خلاص. مشان هيك انا قررت اجيب لكم مراقب خصوصي. بعرفكم ناطوره شاديه، منكم واليكم وعليكم. سنان جوزة لشاديه اللدود هو المسؤول هون، جبته لحتى يراقب حركاتكم وتصرفاتكم. هيك او هيك جنس ادم كله غدارين، خونه، ملعبين، لازم نحذر منهم كثير. جنس حواء خائنات ولو عبدوك، جائعات ولو شبعوك، عنيفات ولو دلعوك. الا ام جاسم طبعا حاله استثنائيه. ام جاسم إذا مفكرين حالكم تستخدمون مسلسل التطفيش. لا يا حبيباتي لا، أنا المسلسل. أنا دقيت المخرج قال لي خذ راحتك أنت المسلسل، فأنا المسلسل، أنا المسلسل. بدنا نقطع عنهم كل العلاقات التجارية، المازوت، البنزين، الغاز. اليوم طالع نحن الأقوى. اسمع أنت وياه وياه وياه، بدك تعقم الكهرباء واقطع المي وفيش التليفون، أمزط ومزط وكبه برا. شايفين هذا المسبح؟ ودي أشيل الفواشة جيته ونشفه وأخو أخته قال لي يشلح ذيابه ويقول لي ودي أشك وأسبح، والله عيونه لأشيلها. الكهرباء سجلناها، الآن نسجل الكنبايات. عندنا ثلاث كنبايات، صفر واحد اثنين ثلاث كبار، واحد اثنين اثنين صغار، وعندنا تسع مخدات بنيات وثلاثة زرق اللون. سنان إن شاء الله فهمنا شو عم تعمل. يا والله احترم حالك سنان، ما شو تقول؟ عم يستهان كأنه نحن النواطير مو أنت؟ والله احنا النواطير نستلم أكثر من منصب تراها، المدير والوزير، ونستلم اكثر من منصب، تعرف انت يعني. يعني شد حيلك شوي بتاخذ منصب ميسي. ها؟ المهم اجي قاعد امزح معك، المهم اكلاتكم وين تحطوهن؟ لا لا، حزور وين؟ وين؟ تحت الدش. ايه لانه هنيك في في ما بيخربوا. والله برافو عليكم، انتم حريصين، الحرص مطلوب. برافو عليكم، اروح اسجل شنو بيع الدبل. الغرف ما بتتقسم. الشباب على اليمين والبنات على اليسار، اللي بيتقسم الباقي. ايوه البراد، البراد والغاز عند البنات، لا تخافوا.
لأنه الخزان اللي على الأسطوح من جهة البنات يعني نقطع عنه المي. الشباب بحاجة للبنات بس البنات مو بحاجة للشباب. فليحيا الشرق الأوسط. يعني أنت مواثقة فينا ولا عم تحكي عن الغراض خايفين نحن نسرقهم يعني؟ لا إذا مواثقة فينا احكي لنا يعني مشان نعرف نتصرف. عندي فوبيا عندي فوبيا عندي فوبيا. خلوني ركز، أنا موجودة هون لأخلق توازن أممي دولي في هذه المزرعة. يا سلام، أحلى من هيك توازن دولي أممي ما في. لا لا إناف 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 لهون وإناف. أنا لازم أروح على سويسرا، في واحد قتل حاله علي. حكيت بنت عبدو بطاطا لك يا حبيبتي، أنت على بيروت مو قدرانة توصلي، حاجتك مايعة وخرط بقى. نعم نعم حبيبتي، عم قلك في واحد قتل حاله علي. يلا روحي انقلعي لعنده ورجيني كيف بده يسفرك. لك مين؟ ما قلت لك قتل حاله علي مات. خلص لو كان بعده عايش. خلصي هلا انت وياها وتعال شوفوا، الكهرباء جاية على كل المزرعة وعلى غرفتنا مقطوعة. شو؟ شكرا حرمونا الكهرباء هالانجاز. راح يكون اليوم يا شباب لسه بس يخلص شحن موبايلات. أساس إجري أكله كل يوم من الجميني. لحظة شباب، نحن هلق عم نتعرض لمؤامرة كتير كبيرة. معك حق، قصة هويتك مع قصة أهله مع قصة صاحب البيت تبعي، فجأة نلاقي حالنا هون وبوشنا ثلاث عنزات، هي أكيد وراها أميركا. ببعض ورأيك هرو ولازم نحب بعض مثل المسلسلات والأفلام. عن جد هذا المشهد كتير محروق بالمسلسلات والأفلام. ما اختلفنا، بس هنيك بتكون حاملة ورقة ورقتين، هوني اسم الله حاملة المكتبة كلها. شكلك بتتابعي مسلسلات وأفلام مثلي. ايه كتير، آخر فيلم تابعته كان كتير حلو بس اسمه بالله قاعد عم تاخذ بتعطي معي يعني؟ شو رايك تصير رفيقي؟ يلا عن شرفك شرف عنزه، مو الحق عليكي، الحق علي اللي عطيتك وش، باي. لك لا وين رايح؟ خلينا نكفي المشهد. هذا أكيد شيء ملعوب جديد، ما حرد. كيفك؟ نعم، خير، شو بدك؟ عطشان. عطشان؟ ما تروح تنقلع تشرب، مين ماسكك؟ صح، نسيت انه نحن قاطعين عنكم المي. ايه انتم اللي قاطعينها، انتم النسوان الحياء. مو انتم، هن يعني هن التنتين، اما انت ما في اطيب من قلبك. حاكيني من الاخر، شو بدك؟ الله يوفقك، مرقي لي كاسة مي. بدك كاسة مي؟ ايه مو على عيني، بس بشرط. وينك يا ياسمين؟ ما لقيتي غير اليوم تطلع على بيروت لتعملي فوتو ستيشن؟
معقول تمر حلقة الحب هيك بالمسلسل بدون ما أعبر لك عن مشاعري؟ خلصت ترتيب التخت، رتب الخزانة؟ لا اوعك في اغراض نسوان ما بصير. ايه على اساس الاغراض اللي شلتها عن التخت يعني اغراض جدي كانت. هدول الي ما بيأثر. فرح تشربيني عطشة؟ والله هلا صرت بتستاهل انك تشرب. لك عطشان مو مرضى تستفل. لا لا خلص شربيني شربيني. اشطف لك الغرفة. الله كثر خيرك والله قاعد ادخن من همي. لك اهلين عمي سنان، انت بس روق لي دمك. وبارك فيك. خلص البريج؟ اي والله ما عضل. يلا حصت الغالي للتالي. عمي سنان معلش هلا قولنا ندخل فيك شوي، يعني ليش بتضل انت ومرتك مشاكل؟ لا تحكي بالعرض، بالعرض لا تتدخل. أباك من جاب سيرة العرض؟ عم نقول لك أنت ومرتك ليش بتضلوا نقار ونقية؟ والله يا قرابتي والهرج للجميع، أخوكم سنان يطلع من شكت الضوء على شغلي. بس لأنه ما بتعمل لك فنجان القهوة؟ لا يا أخي، ما شغلت إلا قهوة ما قهوة، شو اسمه؟ أنا دوامي 8 ساعات، أجي على بيتي تعبان هالكاف فرطان جوعان. بس كرمال لأنه معاملة لك الغداء. لا يا أخي أنا دوامي ليلي. بس لأنه معاملة لك العشاء. يا ابن الحلال مش تقول ده، مش تقول هذا. أنا أكل برا برا شغلي، يعني بس أجي على البيت تعبان وهلكان ومرتي ما تقبضني راتبي. بس لأنه هي مديرتك وما بتقبضك يعني. يا أخي مش تقول أنت تاني حر، أنت ما لها علاقة بشغلي. فينا حكينا لعيت قلبي، شو مشكلتك مع مرتك؟ يضربني، جعان يضربني، مد ايده علي. العيد قلبك لك يا اخي، جرعان قلبك. طيب مثل ما ودكم احكي لكم القصه صفحه صفحه. لا بلاها صفحه صفحه، اعطينا الصفحه الاخيره لانه قعدت مع قلبي شوف مسلسل تطلع نهايته زفت. يعني احكي لكم بالمختصر؟ ايه بالمختصر يا جماعه الخير والهرج للجميع، بعد ما يجي راس الشهر اروح على المحاسب اوقع له اقضب راتبي احطه بجيبتي، اطلع بالسيرفيس اوصل على بيتي تقول لي وين الراتب، اقول لها هذا الراتب تاخذه مني الله وكيلك، هذا الراتب ما شغل غماز بيهد بجيبتي ولا ودك. بس انت فهمتي قبل انه نحن بس انجيجي يعني؟ ولك يلعن اخت الرجوله، لو اني صبيه هلا كان اخر همي لون المناكير اللي بدي احطه. جايت من تتخلى عن شعرها تتخلى عن بغلها.